Hadi babam. نبدا. السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. الفيديو كله عند المايك. شاري مايك للايفون. طبعا المايك مختص تقريبا لتسجيل الصوت، لكن بجرب الفيديو انا بشوف، لان الان عندهم برنامجهم انك تسوي كاستم للصوت حقك، وكيف تاخذ المايك او الصوت تبي يصير ياخذ بجميع الجهات او ياخذ جهة محددة. فهذا المايك مخصص للايفون، بما انه على اللايتنينج او على اي جهاز يركب على اللايتنينج، اللي هو الايباد القديم والايباد الجديدة برضو، بس مش البرو. توقع باين عندكم اللي يبي سكرين شوت له. طبعا غالي ما برخيص، تقريبا 150 دولار ينباع عندنا هنا. في انواع رخص صح، لكن شريت دبل جربه بشوف اذا كان ممتاز وراح يفي بالغرض، خصوصا في تصوير الفيديو، خصوصا برا برضو. اذا كنت امشي برا وانا اصور فيديو بالايفون الصوت يكون، توقع تشوفون فيديوهات، خصوصا صار السيارات يمي تمشي او صوت مطر. طبعا ما في مطر خلاص، الحين كله ثلج. انا قاعد اطلع النافذه الحين، لان انا قاعد افكر اني اطلع برا واسوي لكم تيست برا يم السيارات، يعني على الشارع العام وانا امشي اصور، لكن يطيح ثلج جالس. الساعه 1 وش الظهر عندنا الحين، ما بعد تصير 1 اصلا برضه، لكن لازم نطلع، نطلع لعيونكم تستاهلون. على العموم باين اللي حطها هذا بدون نفس، شوف كيف الاوراق لفها كذا ودعسها. يجي معاها كيبل مايك الى مايك، او ما ادري سالفته، بس خلينا نشوفها شوي. انا التسجيل ابي اهم شيء عندي في التسجيل يكون ممتاز وما يطلع الضوضاء اللي حولي ولا صوت هواء، خصوصا مثل لايوس تقريبا اللي نزلت الفيديو اللي قبل شوي، اللي هو بيكون امس او اول امس، حق لايوس 13.1.2 اللي شفتوه. كنت في الجامعه فصوت الازعاج يطلع حولي، ابي الصوت شوي يكون ممتاز. اذا كان البرنامج هذا اقدر اتحكم فيه، المشكله هذا البرنامج اقدر اتحكم فيه بس في نفس البرنامج حقهم تسجيل الصوت، لكن اتمنى يكون عندهم تسجيل فيديو علشان اقلل التقاط الصوت، بخلي مسافه بعيده، خلي مسافه قريبه وخلي المايك قريب يمي، لانه ينزل احيانا السوفت وير او البيتا الساعه 11 صباح 12، فانا 100% اكون برا، فاحب اني اصور وانا في الجامعه، خلاص نزل اسجله واصوره، والجامعه صعب انك تحصل مكان ما في ضوضاء. العلبه حقتها حلوه، عجبتني كلمه ضوضاء، توني منتبه فيها. فبتشوفون العلبه، طبعا اللي في الكرتون كله، المهم السلك اللي هو 3.5 الى 3.5، ليش ما ادري، يمكن ما ادري والله بعد، حتى يمكن ما ادري. كان العلبه مثل ما تشوفون ممتازه، عجبتني، شوف شكلها كيف، يعني فيها كواليتي، ولو يعني لو بتحطها في مكان ما راح ينكسر المايك قوتها. افتح له هذا مثل ما نشوف هنا، يمسك هذا المايك، طبعا العلبه فاضيه بتكون. هذا المايك، الماتيريال حقه المايك الومنيوم تقريبا، هذا الومنيومي، فهذا هو بس لايتنينج. وهذا المايك تقريبا انك تقدر تشيله، ذا لا والله ما تقدر تشيله، لكن الصوره حقتها مشيوله هنا مثل ما نشوف، ما ادري ليش يعني، المهم نخليه كذا لجيب العيد. هو اصلا لو صار بشوله راح اركبها عن الهواء تقريبا. هذا هو كله الحين، بس اركبها ونزل البرنامج. اوكي حلو، هذا اللي كنت انتظره، انك اول ما تركبها يقول لك انك يبي لك تحمل برنامج، وهو على طول يعطيك اياه البرنامج. اوه في لهم برنامج خاصهم للصوت وبرنامج خاص للفيديو، فحركه حلوه، بس اتمنى يكون الفيديو يعني بجوده البرنامج الرئيسي. راح نشوف الحين. طبعا البرنامجين هذهم اول ما تركبهم يجي لك يقول لك لازم تحمل البرنامجين هذيلي، خل بس هذا هم البرنامجين. انا راح استخدم الفيديو، فنفتح البرنامج نشوف شو الميزات، توصل الكاميرا ونوصل الكاميرا، نوصل المايك
نوصل الصور نوصل الصور تحديد الموقع. طيب فتحت الحين حلو الصوت ممتاز يطلع من نفس المايك باين عندي هنا خطوط لحق الصوت او الويفز. طيب ابا اقلب هالكاميرا الاماميه. طيب الحين بسجل لكم من هنا لكن ابي ارفع الوضوح. هذا 4K حلو 30 فريم لا بخلي 60 فريم 60 فريم حلو. فبصور معاكم الحين من نفس الوقت. اوكي الحين تسمعون الحين الصوت طالع من الكاميرا نفسها اللي قاعد اصور لكم. فتوقعون الكاميرا ممتازه لو ممتاز الكاميرا المايك ممتاز لو ممتاز. خلي اشوفها وصله بدون مايك. اوكي والحين تسجيل بدون مايك بنفس موضوع او مسافه الكاميرا مسافه الجوال. نشوف الحين بدون مايك كيف يكون الصوت وبالمايك. وهذا الحين بالمايك فنفس المسافه مثل ما قلت لكم ما حركت ايدي ما حركت شيء ونشوف وانتم تحكمون. تمنيت ان بيشتغل المايك برضو على البرنامج نفسه او برنامج الكاميرا نفسه. ايش فيني على الكاميرا برنامج الجوال نفسه. خل اجرب. اوه حلو يشتغل على برنامج الكاميرا الرئيسي لكن ما راح اقدر العب في الصوت او ان اسوي لها كاستم تقريبا يعني اقلل حده المايك مثل ما نشوف هنا. المايك مثلا خليه ما يكون وايد ما ياخذ جميع الجهات ياخذ بس جهتي. فهذا اللي ابي انا كنت. اوكي قصرت الحين في حركات برضو لحق مثل البودكاست اقدر اخليه ياخذ الاماكن كلها اقدر اخليه ياخذ يمين ويسار بس اقدر اخليه ياخذ يمين ويسار الاماكن كلها يعني. انا لا راح اخليه بس قدام تقريبا بس الحين. وتقدر ترفع بعد حساسية الصوت برضو اذا صرت تبي تخليه ياخذ مايك اقوى او صوت اقوى او لا. انا اذا كنت في الجامعة 100% راح اقصر على الصوت. كان الحين خليه في النص. انا كنت في الجامعة من ازعاج يمي راح اقصر الصوت وانا اصور لكم راح اكون قريب من المايك كذا راح نعدد المشكلة اني الاصوات اللي حولي تطلع. اوكي برضو لحق صوت الهواء رديوس يقلل من صوت الهواء حركة حلوة. بس تقريبا نطلع معكم الحين برا ونشوف التصوير. طيب الحين طلعت معكم قصرت على حساسية الصوت برضو عشان ما بيلقط اشياء ثانية اللي يمي. صوت الهواء صوت الهواء برضو او في ميزة انه يقلل من صوت الهواء فشقلت الميزة هذه. الحين في سيارة مثل ما اشوف هو مرة قبالي انا مقصر على الصوت الحين لكن ما قصرته كلش علشان تقدرون تسمعوني. لكن بعدين اقدر مثلا وانا اصور فيديو لحق جوال ثاني مثلا بيتا نزلت نسخة او شيء اقدر اخلي المايك قريب يمي واقصر على الصوت اكثر برضو. ان الحين انا المسافة شوي بعد ايدي مثل ما نشوف الحين السيارة لمرة قبالي الحين يطلع صوتها. ليش؟ لان انا مخلي برضو انه ما ياخذ الصوت من جميع الجهات ياخذ بس من الامام. سيارة ثانية مرت برضو ما ادري هل المايك ممتاز ولا ممتاز. انتو بكيفكم تعليقاتكم تحت تقولون انه استخدم ذا المايك ولا لا. والسيارة مرت الحين برضو ايش رايكم انتو تقولون ينفع ولا ما ينفع. والمايك شاري من امازون ما ادري من اي مكان يبيعونه $150 $149 تقريبا. رابط المايك راح احط لكم تحت في الوصف. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. ولا تنسون من فضل دعاكم. السلام عليكم.